الناس الكل. انا من جربة. في جربة ناس محافظين برشا برشا برشا. وين اسمي العظيم اللي تولدت؟ ما كني جن اسم رقيس. وين عروسات؟ امي كانت مرا صعيبة برشا برشا برشا. وين جي ماشي العرس اتوصيني اتشدني. اسمعي اسمعي كلمك. والله 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 اللي اسم الله كنت تبدي تخوفي وترقصي قدام الناس بتديري العار. يا لما كن روح انت نرسك ما بين ساقية ريلي يركحي وانت بتديري بتكلبي مخفوقة. بيان سور متعرفوش معنى كلمة مخفوقة. فما شكون يعرف شكون معنى كلمة مخفوقة؟ حضارتكم أوروبية. مخفوقة هي الطفلة الخفيفة الشهلولة التحفونة اللي تحب الزهو وترب والشيخة وما تبدلهاش لبشقة وتعب. لكن أمها متون هكا مالادروات جي تقولها صالة سيق الدار تكب السطل وديما تحب الزهو وديما تحب الشيخة. أنا الحق نجي ماشي مع العرس لأمي ما نوصل للعرس بسم الله الرحمن الرحيم كما حناكي تبدا هكا حمراء وشعري يبدا هكا بوكلي مش بالحجامة مش مكياج مش لابق لسربتهم لأمي في ثنية وانا ماشيه معها العرس. وانا بيان سور كنت نوصل نسمع كلام امي نلمك المخافقات جونيور كل اللي ملبيتهم مربيتهم على يديا ونوصيهم ونمشيو للفستقيه. يو نو فستقيه؟ دو يو نو فستقيه؟ وات از فستقيه؟ حضارتكم غير أوروبية سوري. الفسقية هي بلاصة كيما الماجن ينعملوها في جربة هكا تبدا سطحة نقعدوا عليها نعملوا عليها العروسات. اللمة المخفقات صغيرات وعندي سوسن بنت عمي مخفقة جونيور هذه اللي سلمت لها المشعل بعد ما وليت أنا مخفوقة كبيرة. عندها هكا شعراتها هكا أنتينات طالعين ديما هكا عندها قصتها وعندها هكا طالعة هكا شيء وتحطني أنا هكا في اللوحة الفسقية ونحطها أواكس تبدا تشد. اسمعي ارقصي ارقصي دركي دركي خليني تخافيش خافي دار امان دار امان دار امان. وانا بيان سور كنت نسمع كلام امي ونشد الرجله. قبل ما يجي قبل ما يجيو الشواشن يو نو شواشن؟ يو نو شواشن ريلي؟ الشواشن هي الفرقة النسائية اللي يسميوها في تونس كاملة الحضارات المشطات الدربكات إلا في الجربة يسميها شواشن وهي تسمية غير عنصرية بتة على خاطر الشوشين مينز العبد الأسود دونك معناها نصرة للمساواة وتأكيدا لعدم العنصرية قعدوا يسميوا فيهم شواشن. وين قبل ما يجيو شواشن باش يحيوا سهرة على خاطر نساء يعملوا سهرية شواشن وحدهم ورجال يعملوا ليلة الزهو وحدهم ذيك تجي تفرجوا مسرحيته ونحكي لكم عليها خاطر طويلة برشا. فما ليلة بعد تلمهم اسمها المحفل. أما أنا قبل ما يجيو شواشن نلمك المخيفقات صاحباتي الكل ونحل الريبرتوار متاعي نحل به البلاتو ونبدا بالجو الجربي وشكون جربي هنا يزغرت ويقول معايا رورو ونبدا مبارك العرس اللي لايدو فرحه وزهوات. لا انا نقول لك انت تقولوا مبارك العرس اللي لايدو فرحه وزهوات لي جات من كل قبيله حتى الحفلات. وليد باش نروح انت تخلصنيش مروح. مبارك العرس اللي لايدو فرحه وزهوات لي جات من كل قبيله بالرسمي ويا ماشي يا ليشت هي يا واكلة الدلع هي يا ماشي يا ليشت واحد برك يغني يا واكلة انا نوقف مع الكاشيه دي يا واكلة الدلع عاوز وانت معا في عيني وانت معا
جربي رزين، جربي جربي الحقاني الحقيقي الحقاني. يبدا الميزان نتاعو منظم. من اهم الاغاني الجربيه اللي تتغنى في كل مناسبات. نكون سيريو كي تغنيها ترابش. نرعى في الزين طول عمري، نرعى في الزين طول عمري، نرعى في الزين ويعجبني الحاجب والعين طول عمري، نرعى في الزين طول عمري، نرعى يعجبني الحاجب. شنو هي نرعى في الزين مسيو؟ 2018 راه تحب تبصيني؟ لا يا دي الغنيه مش هكاكا ولات. تعرف كيش ولات؟ نرعى في الباجي طول عمري، نرعى في الباجي طول عمري، نرعى في الباجي هو سري وهو علاجي طول عمري، يعجبني الباجي وتعجبني نعنى شد ليا يا وحافظ ولدو الله لا ينحيها عليا. نرعى في الزين طول عمري، نرعى في الزين طول عمري. انا كنت كي نغني الغنيات هذوما نحل بيهم بلاتو قبل ما يجيو شواشن، يجيو شواشن يكملوا سهريتهم. المشكله انو سهريه نساء تاع شواشن يحضروها كنساء، وسهريه الزهو تاع رجال يحضروها كان رجال. وقتاش يتلموا رجال ونساء في العرس الجربي؟ ليله المحفل الجربي. وهوني لازم نعطيكم حقائق تاريخيه ما تعرفوهاش. انا اظن اللي عمل صمم المحفل الجربي مهندس معماري، على خاطر سي با فاسيل باش تجي الجنان مستطيل وتردوا دوره pour commencer. وثاني حاجه واهم حاجه، المساواه بين المراه والرجل بدات في المحفل الجربي. قولوا لي الواه ملي تولدت من نعرف نروحوا يمشي المحافل نساء رجال يعملوا رجال يعملوا لهم مادري محطوط على كعبتين يجور احمر ب 12 ونساء على حصر، على خاطر هو يبدا مقسم هكا نص يميني للرجال ونص يساري للنساء، ديما في الجوش نساء ما فهمتش علاش. المهم والمحفل في الوسط يبدا فارغ للفرقه اللي باش تغني. دورت الدنيا شويه بعد المادري ولاو يحطوا اجراري للرجال ومخادد ونساء على حصر. اما في الاخر في الاخر تبدلت راديكالمون الدنيا بالحق بالرسمي سيريوزمون تبدلت، ولا رجال يقعدوا على كراسي بلاستيك ونساء على حصر. هذه مش مشكله حتى تعرف، المشكله انه تبدا الفرقه تغني استا جمعه والمحفل الجربي وحبيبي اللي يبغيك والربوخ، وهنا تبدا عظامي تراش 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 تراش، وهما البنات مزيانين يحطوهم في الصفوف الاولى باش الرجال يشوفوهم يخطبوهم. انا امي من كثره ما خايفه على ندخل فقرها تحطني في بلاصه معينه ساعه في الصفه الاخرانيه بالكل، وتحط لي راسي هنا ما بين ظهرها وساقيها، معناها بالضبط في نبع الحنان. علاش؟ من نهار اللي انا عمري وقتها 15 سنه عملت كيف من هكا الطباله يشطحوا في وسط المحفل، وانا قمت لابسه روبه لهنا وشعري طويل مجبود وقمت نميل جربه كامله تفرجت على فخاذي. وهوني سامحوني انا انسانه نحترم برشا الجراتيتود والاعتراف بالجميل، ولازمني نعترف بالجميل لكل اطارات وعاملي المستشفى الجهوي الصادق مقدم حوض سوق جربه. على خاطر وقت اللي انا مزلت كي عملت هكا ودرت هكا عيلتي قسمت الورثه كاينكم على عمومتي حذاو جنب اليمين اختصاص كسور ورضو، كاينكم على خوالي خذاو الشطر اللي صار تخديش وتخبيش وجروح اخوتي قالوا لا خليونا الراس
كسر في الجمجمة وارتجاش المخ. واحد بركة رفق بيا فايسل ولد عمي قالوا محرم عليكم عليها كيك تشي خربين فيها عيلة كاملة نورمالمون تعملوا لها حاجة واحدة بركة جفاف كسر في الحوض تعيش معاقة كاملة وما عادش ترقص في حتى محفل. حنين أنا ليلتها خفت على واحد عبد بركة أمي نبع الحنان على خاطر استعملت سلاح أبيض دون رخصة اضوافرها يسنيها. هذا جزء من مسرحية المخفوقة واللي يحب يجي يتفرج عندي عروض تجارة في الزفير إن شاء الله. السهرية مازالت متواصلة نتذكركم كونوا تابعوا معنا في السهرية على راديو جوهرة فيها أون ديريكت لايف وتابعوا مع بعضنا ومع مجموعة دندنة للموسيقى العربية باش نستقبلوا الفنان والنجم التونسي حسين عامر العفريت. الحالي الفيص ذهب سيدي ما يسامح
عشان غبي ورنيت الصياف واقف قدامي هنا عامل فرق يا وباقي الغالي زرتي نهاية
زين وخدام المرتي زين يوم ما كل سلطان يا بابا ما حرز بس شاب كده شو ولد أي عاد يوم ما كل سلطان خابرك تودى في كل ضوطان يا بابا Oh,
ميرسي يا سيدي، اهلا وسهلا بكم. نبداو نسخنوا من الفتاة والفتاة، مازال ما بديناش على التاكل، مازال الجهيد موجود ما شاء الله. أكيد بغينا نواصل باسمي الخاص وباسم كل هالنخبة العزيزة الغالية، فرقتنا العزيزة أينما حلت ما شاء الله نورت بقيادة أستاذ والفنان سفيان الخشين. يلا بسم الله. هاي عاد شوية يقعدوا معنا بالسجن عاد صفوا. ونحب أكيد نقدم شكر خاص وتحية خاصة لراعي السهرة العزيزة الغالية راديو جوهرة اف ام. ونحب نخص بالذكر الأخ والصديق العزيز اللي لولاه ربي يعلمك هو وليد مسماس. يلا نسمع تصفيق على وليد. خلنا فيها تو، تحبوا تسمعوا ولا تشطحوا؟ لا ما يجوش مع بعضهم الزوز. تسمعوا ولا تشطحوا؟ تسمعوا. الله 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 يحييك. شاهدوا هكا ديديكاس ظريف لزوجتي المصونة شنيك. تملكه الهوى لا العيش يحلو له ولا الموت يقربه كعصفورة كعصفورة في كف طفل يضمها كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق ثياب الموت والطفل يرعبه فلا الطفل يا وليد ذو عقل يحن لما بنا ولا الطير ذو ريش يطير ويهرب 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 أنا في سبيل الله. خلينا نحب التصفيق شوية شرفونا شوية ليش؟ الواحد بحبه بس شو هذا؟ فجالت سهام القط من جانب الدواء والله لما رحت لقاضي الغرام أحكي له قصتي ليحكم بيني عايشين معنا مرة ليحكم بيني وبين أحبابي بالسواء فقال لي يا عفريت أتدرون ماذا قال أتدرون وقال لي يا عفريت الله الله هذه بيتنا شاربي الخمر يصحون بعد سكرتهم بيتنا عايشة
شاربي الخمر يصحون بعد سكرتهم وشارب الحب وشارب الحب وشارب الحب طول العمر سكران 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 الحب كله أنا حبيت فيه الحب كله زماني كله أنا عشت فيه زماني كله حبيبي طول الدنيا معايا والكل قلبي تهبيته حس يا حبيبي قول أبي أرجو معي شوي وين معايا والكل قلبي تهبيته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو نسمع الحب حبيبي
Thank you.
مش قوم ولا رئيس